السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان. اليوم الإخوان إن شاء الله اللي غادي نديرو فيها الحلقة الرابعة بإذن الله، اللي غادي نصيبو فيها كيفاش نحط البروجي ديالنا في واحد البلاك اللي غادي نخدمو عليها، اللي غادي نخدمو فيها نحطو فيها لي كومبوزون ديالنا، الماتيريال ديالنا. نمشيو الإخوان نوريكم، نبدا نخدمو على عاد بروجي صغير بعدا كيفاش نحطو هاد البروجي في واحد البلاكة اللي غادي، اللي هذيك البلاكة ديالنا نقدرو نخدمو عليها. هذه هي اللي بغيت نفهم لكم. هاد لي بلاك يا اخوان انواع نوريكم، كاين هي هذه يا اخوان البلاكه ديال مدينه النحاس، فيها جوج انواع، فيها اللي من هنا فيها دو فاس نحاس، فيها فاس فوقاني وفاس تحتاني، الا قلبتي هاد السيرو هي نحاس، وكاينه اللي فيها عفاس واحد ديال النحاس. هذه هي شائعه بزاف حنا في المغرب، فيها عفاس واحد اللي ديال النحاس. حنا نخدموا على ديك ديال لافاس واحد، هذه راه موجوده يا اخوان في السوق، وقناه ديال الاركاد ديال هاد الدرين كان شي 15 درهم بحال هكا تتراسى الاخوان، تراسيو حنا بحال هكا نيس، كيفاش نتراسيو بحال هكا، كيفاش من بعد غادي نتقبوا هاد التقاضي هاد ديالنا باش نحطو فيهم لي كومبوزون ديالنا. هادو هما لي بلاك الاخوان كيفما راه مجموعه. نمشيو الاخوان باش ما يطولش عينيا الفيديو، هذا هو البروجي ديالنا. هاد لوجيسيال اي سيز الاخوان تيسهل علينا هاد الماموريه اذا بغينا نخدمو عليه. هاد لوجيسيال اي سيز كاين فيه واحد لوجيسيال داخل منه سميتو اريس، وهذا اللي نوركو عليه بعدا ندخلو ليه، اللي كيتحطو فيه هاد لو كومبوزون اللي كنخدمو هنايا في هاد لوجيسيال هذا، و تيعطيهم لنا هنايا نسميها ليه بلاد. كيف مشاو اخوان، هادو هما لي كومبوزون اللي حطينا في هاديك اي سيز. ها الاي سيز حطينا فيه ميكرو كونترولور ريزيستونس ليد، ها هما اخوان ميكرو كونترولور ريزيستونس ليد كيف ما تشوفو اخوان. باش ما نطولش عليكم نمشي باش نحطو البروجي بالدربه اخوان. كنوركو على هاد المربع اللي كاين هنايا، كنحدو المسافه اللي بغينا نخدمو فيها كيف ما كتشوفو بحال هكا. تقدر دير كيف ما بغيتي حتى البلاكه، تقدر دير هاد البلاكه ديالك دائريه، المهم انايا كنفضل المربع ديالها على حسب هاد البلاكه فين غادي تحطها. نمشيو الاخوان كنحدو هكا المسافه ديالنا اللي غادي نخدمو فيها، تمشيو نحطو الماتيريال، تنوركو على بوطون دروا، نجي هاد بلاص، نجي الكومبوزون، ها هما اخوان الميكرو كونترول، ها هو ريزيستنس، ها هي ليد، ها هي نديرو الميكرو كونترول هو هذا بحال هكا كيف ما كتشوفو اخوان، ها هو كيتحط في الهيئة ديالو، الميكرو كونترولور هو هذا. كنمشيو نحطو ليد ديالنا، ونمشيو نحطو عاوتاني ريزيستنس ديالنا كيف ما كتشوفو. ما هادو يا اخوان هاد الخطوط اللي كتشوفو هنايا يا اخواني، هما هادوك لي بيست اللي غادي نتراسيه، هما هادوك لي بيست اللي كنتراسيو. تقدر تراسيه بحال كومانيال، تقدر لوجيسيال تحكم فيه تاي يدير داكشي راسو. حنايا غنمشيو نتراسيو بوحدنا ومن بعد نشوفو طريقة أخرى. كنوركو على هاد البيست، ها هي هنايا كتشوفها مرسومة، كنوركو عليها تنجيو نتراسيو. هنايا إخوان اللي كتبولينا الدياميتر ديال البيست شحال بغيتي تكون فيها، السمك ديال هاد البيست اللي باغي شحال بغيتي يكون السمك فيها. حنا غنمشيو نبداو بعدا بحال هكا نحط البروجي ديالنا بعدا بحال هكا يا إخواني. حنا دابا كنتراسيو، نتبعو هداك الخط اللي دايرين هما، ها هو وانا ملي كنضرب بحال هكا راسولي هو تيقول لي فين بغيتي تكمل، فين خاصك تكمل كيفما كتشوفو يا إخوان. ها هو كيتراسي ليا هو البلاصة فين نمشي كيف نمشيو. انا ملي ساليت هذا هداك السهم اللي كان طار، نزيد ندير هادي يا إخواني، هاهي انا ريزيستونس هنايا حتى هو راه طار شويه اخوان. دابا بقات ليا هادي ديال ار اه، نجي بحال هكا نتراسيها كيف ما كتشوفوها، هو تيورينا الطريق منين ندوز. ها هو طار كيف ما شاء اخوان. هكا سالينا البروجي ديالنا، حنا تراسيناه راسنا. كاينين جوج حالات، تقدر تخدم بحال هكا تشوف هادي تانترينيها كورقة عادية وتمشي لهاد اللوحة وتراسيها بواحد الفيتر، هاد الفيتر اللي سميتو اللي ما كيتمحاش بيرمانون ما تيتمحاش الاخوان، ما خليني من داك الفيتر اللي كيتصق بيه في اللوحة وكيتمحى، هذا ما كيتمحاش ويكون راس ديالو مرقيق مقليد، يكون شويه باش تراسي بيه هذوك لي بيس مزيان، تراسيهم وغتحاول تراسيهم بطبيعة الحال مزيان، ما غاديش يجيو بحال هكا ولا غادي يجيو مخرفين.
حنا سيدي بغينا بحالك يكون مزيان مزيان، تقدر دير حاجه، تقدر تشد هذه انفرينها وقع ولا هذه المساله الاخرى نطرق لكم يا اخوان. دابا تراسينا هاد لي بيس بيدينا ياك يا اخوان، بغينا نمشيو حنايا نتحكموا فيه. دابا هاد اللوجيسيال بار ديفو تيدير لينا تيدير لنا تراساج ديالو من الفوق ومن التحت، من الفوق ومن التحت، يعني كي بحال هو بار ديفو راه دير لينا كاينه هاد اللوحه ديالنا فيها نحاس من الفوق ومن التحت. حنايا غادي نديكوشيو هادوك اللي نديكوشيو هادوك الخاصيات اللي عندنا باش يبروغرامي لينا بحال انها راه كاينه فاس وحده اللي فيها نحاس. غنمشيو الاخوان، اول حاجه كندخلو سيستم، تمشيو الاخوان الاخوان هذيك سيت لادر. دابا دابا هذا ب اللغه اخوان شحال نقول لكم، اصبروا معايا صافي على اللغه اللي عندي نقلب عليها. هي هذه اخوان كندخل هذه هي الاولى، نرجع نشوف شنو سميتها ديزاج دو ديكوشي. هادي كندخلو كنديكوشيو الاخوان هادشي كامل، كنديكوشيو هادشي كامل اللي عندنا هنايا. تنديرو اوكي، هادي الاولى كنرجعو عاوتاني للسيستم، تنديرو هاديك هادي ديفيني باي ديكوشي. هادي الاخوان كنرجع هادو كلشي كنرجعهم بوطون كوبر، كنرجعهم في الزرق كامل، الزرق كامل كنرجعو هادا الاخواني. هادشي كامل علاش؟ باش تبان لينا، باش يعطينا البروغرام ديالو انها راه واجهة وحدة اللي فيها النحاس، ماشي جوج وجهات اللي فيها النحاس ديك البلاك ديالنا. كندير الحركة، كندير اوكي. المرحلة الاخرى الاخوان اللي كنمشيو لهاد، تنشوف الاخوان فين هي، نشوف فين هي الاخوان نرجع لكم. رجعت لكم الاخوان بعد ما لقيتها. كنديرو هاد الاوتي يا اخوان، كنجيو هاد جيسيونير، كنديرو هنايا اخوان كلاس دولين، تنديرو هنا باور، هاد الحمراء طوب كوبر ترجعوها بوطون كوبر، تنديرو اوكي. من بعد الاخوان كنجيو لهاد الخاصيه اللي كاينه هنايا كنوركو عليها، تنديرو هاد لونسي روتاج، تيتراس لينا هو الاخوان راسو، تيتراس لينا لي بيست كيف مشو، ها هو عاود تراساهم، هو اللي تراسو عقدهم. هذه هي طريقه اخوان اللي بغينا نغلطو هادو، تنورك عليه هنا بطون 3 ولا تنورك عليه بحال هكا نيت، واش نجي هنايا وندير عفوا بحال هكايا، نجي هنايا فين هي هنايا كاع نجيو ليها هنايا. هاهي يا اخوان تشوف السمك اللي بغيتيها، هاهي غلطناها على حساب 40، تورك هنايا. هاهي يا اخوان كدير على حساب دابا 40 جاتنا كبيرة، نديرو 30 وغادية إلا بغيتي تغلط المسافة. بقالنا هنا يا اخوان الا بغينا نزيدو واحد النقطه، الا بغينا نزيدو البليس مع المواه مثلا نديروهم بوحدهم، كنجي هنايا هاد البوطونه بغينا دائره بغينا مربع، نجي نحطو هنا نمشي هون نحطها هنا، نحط جوجات انا وحده ندير البليس وحده ندير المواه. نمشي انا عندي فين، عندي فين عندي البليس وفين عندي المواه في الميكرو كنترولر، نشوفو البليس والمواه في الميكرو كنترولر فين جات. البليس عندي في 5 بليس والفيديت، عندي الفي سي سي في 5 والفيديت دي في 14، الفي سي سي والفيديت دي 5 و14. نجي هنايا 5، هنا هي 5 هي هذه اخوان، نديال هنايا نتراسي نورك على هذه هنايا ونجي نديها الفي سي سي كيما تشوفوا اخواني. ها هي وحده سيناها 5، ها هي اخوان 5 في اس اس في اس اس، نمشي نكتبها هنايا حداها في
دابا عندي 14 ها هي اخوان الفيديو دي الفيديو دي يعني ولا تعدي هنايا الفيديتين مع الفي اس اس الاخوان الى بغينا نديرهم في واحد البروجي بغيت نكتبها نو بغيت نكتبها ما عقلتش نيها ما عقلتش اخوان المهم بعد ما اعلنوا هذه هي الفي سي سي الفي اس اس مع الفي دي تي اخوان كما قلنا 5 مع 14 الا بغينا نديرهم بوحدهم باش نعطيو لا ليمونطاسيون الميكرو كونترولور بحال هكا كنديرو اللي بغينا نغلطو كيف ما قلنا شي بيس كتوار كي بحال هكا كدير هاد البلاص كتوار على البيس بحال هكا بعدا حرية نجي ليها بحال هكا كتجي لهنايا كتختار الحجم اللي بغيتي ندير مثلا 25 كيف ما من بعد الاخوان كاين طرق كيف ما قلت يا اما تكتب هادشي بداك الفيتر اللي ما تي تسمحاش يا اما دير لهادي فوتوكوبي ركزوا لي مع هادي يا اخوان مزيان دير لها فوتوكوبي باش بواحد الورقه اللي تكون ملسه مثلا هذيك الورقه اللي تكون في الاشهار ديال اللي تي مثلا اشهار ديال اللي تي هذيك الورقه الملسه هذيك تقدر تامبريمي فيها هاد الشيء مع هاد غاتامبريميها بالكحل بطبيعه الحال وفاش غاتامبريميها في امبريمونت لازير ضروري تكون لازير الا امبريميتيها في لازير كاينه طريقه زوينه هي انك غادي تحط هذاك هذيك الورقه غتحطها مثلا على هاد البلاك هذه اللي هي ديال النحاس غتحطها هنايا على هاد الواجهه كامله وغتشد المصلوح اللي كنصلحو به في حوايجنا في الدار وغادي تبقى تدوز عليها تلصقها فوق هذيك الورقه بالسخونيه ديال المصلوح غتلصق الورقه فوق هاد البارتي ديال النحاس كامله غادي تكون نحاس مثلا هذه هي امبريمينها في الامبريمونت لازير هادشي اللي كتشوفوه هنايا امبريمينها بالكحل في الامبريمونت لازير غادي نحطها هنايا فوق هاد الورقه فوق هاد البلاكه هادي وغادي نبقى نسخن حتى غتولي ليا كحله حتى غتلصق هذيك الورقه على هاد البلاكه هادي ملي غتلصق عليها غنمشي ندير واحد شويه المدافي فواحد السوبيره مثلا ولا شي حاجه وندخي فيها البلاكه كامله بهذيك الورقه ديالها ملي غتكون لاصقه ومني غادي تبقى طير فيها بشويه بيدك ديك الورقه غطير الورقه وغتبقى هذيك الكحوليه غتبقى ديك الكحوليه متراسي على هذا الشكل هذا ومن بعد كنمشيو لواحد البرودوي اللي كيتباع تحت الالكترونيك ما عقلتش ما سميتو بالضبط هذاك البرودوي والله الا مشات ليا سميتو ما علينا هذاك البرودوي اخوان كتبقى تدوز فيه هاد البلاكه كتبقى تدوزو في هذيك البرودوي حتى كيطير النحاس من هذيك البلايص اللي ما فيهاش الكسبه وكتبقى هذيك البلايص اللي فيها الكسبه بحال هكا كتولي هادشي كحل يكون باقي متراسي بالكحل وهنايا ما تيبقاش النحاس تيولي بلاصه النحاس بالكحوليه واش كدير كتشد واحد شويه ديال الجيكس وكتبقى تحك ديك الكحوليه وملي كتحيد الكحوليه كيولي النحاس بحال هكا كيبقى على النحاس هاد الطريقه الاخوان تقدر ديرها سواء بالفلتر ولا بهذيك القضيه ديال المصلوح انا كنهضر لكم على الشيء ما كيفاش تراسيها في هاد البلاك تقدر تراسي هادشي بالفلتر بيدك تراسي بحال هكا نيتي الا قدرتي تراسي بحال هكا تراسي بالفلتر ما قدرتيش كتامبريمي ورقه من هنايا بهذه قلت لكم بالامبريموت لازير طبيعه الحال وبالكحل وفي الورقه اللي كتكون ملسه كيف ما قلت لكم المثال اللي عطيتكم بحال اللي كتكون في الاشهار ديال ليتيا هذيك الورقه كتشدها تتامبريميها في الامبريموت لازير بالكحل كتشد المصلوح كتحطها فوق البلاكه بحال هذه كدوز المصلوح ديالك عليها مزيان تكتلصق الورقه فوق البلاكه وكتمشي كديرها في واحد الماء اللي دافي واحد شويه وكتحيد ديك الورقه وكتبقى على الكحوليه متراسيه في هاد البلاكه كتكون كامله نحاس متراسي فيها الكحوليه في هذوك لي بيس اللي غادي نبقاو ومن بعد كتشد هذاك البرودوي اللي قلت لكم راه كيتباع عند صحاب الالكترونيك كتشد داك البرودوي وكتدوزو كتبقى تحرك مزيان في هذاك البلاكه كامله كتخلي وسط البرودوي تبقى تحرك بشويه حتى كيطير هذاك النحاس اللي من هنايا وتتبقى ديك الكحوليه اللي كتبقى هي هذيك النحاس اللي متراسينا حنايا وكتشد واحد شويه ديال الجيكس وكتحك ديك الكحوليه كتحيد الكحوليه وكيولي بحال هكا نحاس ومن بعد تقدر تجيب هذيك ميني بيرسوز فيها الميش ديال الواحد وكتبقى تقب هاد البلايص هنايا اللي فيه متقالب بحال هكا كيف ما شفتو هنايا ها هما بحال دابا هاد البورن هادي راه فيها واحد شويه الكري من الوسط هذاك الكري هي اللي كتبقى
كتولي بحال هكا هي اللي كتولي خاويه وكتقب صافي وكتسودي البياس ديالك كيف ما بغيتي انت على حسب الشيما ديالك كتجي مثلا الشيما ديالك تقدر تامبريمي عاوتاني في واحد الامبريمونت اللي هي عاديه وتحط الشيما قدامك وتحط هاد البلاك قدامك وتبقى تسودي البياس ديالك كيف ما بغيتي هذيك الساعه تشوف على انت شنو البروجي اللي حطيتي بحال هذا مثلا راه ساهل هادشي اللي كاين الاخوان ان شاء الله في الدرس هذا والدرس الجاي باذن الله ان شاء الله اخواني اللي غادي نديرو فيه يعني نديرو فيه ان شاء الله كيفاش تلوح البروغرام لي بروغرامينغ في اللونغاج ديالنا اللونغاج سي كيفاش نلوحو في الميكرو كونترولور ديال بصح وان شاء الله اذا كانت الظروف مواتيه نلوحو شي بروغرام نيت صوت وصوره ونشوفو البروغرام كيفاش كنلوحو مباشره هادشي اللي كاين الاخوان واللي بغى يستافد اكثر الاخوان اللي تابونا معنا في لاشين وان شاء الله يكون خير هادشي اللي كاين دابا الاخوان ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الاخوان.